ناقش لقاء عقد صباح الأحد بديوان عام محافظة المهرة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبد الله نيمر التحضيرات الجارية لإقامة المخيم الجراحي الذي سيقام بمستشفى الغيض المركزي بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ مؤسسة روح الصحية. وخلال اللقاء الذي حضره الوكيل الأول العميد مختار بن عويض الجعفري، أشار الأمين العام إلى أهمية إقامة مثل هذه المخيمات الجراحية التي تأتي للتخفيف من أعباء المواطنين، مؤكداً حرص ودعم السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وتقديمها كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المخيم. وفي اللقاء تحدث مدير مستشفى الغيض المركزي الأستاذ محسن محمد بالحاف عن أهم الاستعدادات لإقامة المخيم الجراحي، موضحاً أن المستشفى جاهزة بكافة الأجهزة والمعدات الفنية لإجراء العمليات الجراحية.